سلام الله عليكم، مرحبا بكم، معكم ثار الصالح الف الجود الجود الجود. مبروك نادي المحرم الشغل المحرم، فوزهم المستحق على نادي الكويت الكويتي في اطار نصف نهائي كاس الاتحاد الاسيوي، ليضرب موعدا مع نادي نشاف الاوزبكي اللي فاز على الفريق السنغافوري 3-2. طبعا النهائي حيكون بتاريخ 5/11. كل التوفيق لنادي المحرق، يعني بصراحه بتمنى شخصيا ان المحرق ياخذ البطوله، وبتمنى من كل واحد عربي يشجع المحرق في هاي المباراة، كل العرب بحرينية في هاي المباراة، وكل التوفيق لنادي المحرق. وطالما وصلك هذا الفيديو ياريت تشرفني وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك للفيديو. جاهزين انطلقنا. نتكلم عن أهمية المباراة. كانت أهمية النادي الكويت الكويتي دخل المباراة بشعار الفوز، نفس الشيء لنادي المحرق، كونه هاي المباراة راح تؤدي للمباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي، يعني مباراة تاريخية مهمة للفريقين. المحرق البحريني وصل للمباراة النهائية، وهذا مو أول نهائي بيوصل له. بال 2008 كان النادي المحرق البحريني أخذ البطولة، وبالتالي المحرق البحريني مو غريب على البطولات الآسيوية. فريق المحرق البحريني واحد من أفضل فرق الخليج. فريق المحرق البحريني بصراحة أداء اليوم أداء رائع جميل، أمتعنا في المباراة عكس نادي الكويت. نادي الكويت اليوم ما كان في المستوى المطلوب. نادي الكويت اليوم شفناه مرتبك خايف، نادي الكويت شفناه مضغوط نفسيا مضغوط عصبيا، عكس نادي المحرق البحريني. المحرق البحريني دخل المباراة ضاغط، دخل المباراة حاول انه، خاصة ان المباراة كانت على ارضه، ما كان مهتم لموضوع الجمهور، بالعكس خلى الجمهور اللاعب رقم 12 لإله. فشفنا المحرق البحريني عم بيلعب باستحواذ، عم يلعب بأداء، خاصة بعد الربع ساعة الأولى اللي كانت يعني فينا نحكي حذر شد وجذب بين الفريقين، تعرف بين الفريقين على بعض. ولكن نادي المحرق البحريني في الدقيقة 19 أحرز هدف عن طريق اللاعب الأردني الرائع محمود مرضي. هذا الهدف أعطى تأثير كبير لنادي المحرق البحريني. شفت المحرق البحريني عم يلعب بثقة أكبر، شفت المحرق البحريني تقريبا زالت الضغوطات عنه، خاصة انه كان مستعجل انه يحرز هدف. ولكن المحرق البحريني عرف كيف يتعامل بذكاء مع المباراة الها. بعد الهدف نادي المحرق البحريني تراجع ليمتص حماس نادي الكويت الكويتي. نادي الكويت الكويتي بعد الهدف شفناه عم يضغط، بيعتمد من حركاته على جون اوبي ميكيل ويوسف ناصر، ولكن بالشوط الاول ومن هجمة لنادي المحرق البحريني أحرز اللاعب فلافيو الهدف الثاني لنادي المحرق، أطلق فيه رصاصة الرحمة على نادي الكويت، يعني أزال ضغوطات كتير كبيرة عن نادي المحرق في هاي المباراة. دخلوا الشوط الثاني، عبد العزيز السعدون يحسب له نقطة كتير مهمة اللي هي أنه معروف عن اللاعب الخليجي بشكل عام، بعد ما يجيب جولين بتحس اللاعب متراخي، بتحس اللاعب هيك بدي يلعب برواق أكتر. ولكن واضح من تعليمات عبد العزيز السعدون انه المحرق ما تراخى، لا للتراخي. فشفنا المحرق البحريني بعد الهدف الثاني بالشوط الثاني، نادي الكويت الكويتي طبعا دخل ضاغط، ليش؟ لغايه ما انه يذلل الاهداف اللي عليه، الفريق متاخر بهدفين وبالتالي لازم انه يهجم، عكس نادي المحرق البحريني اللي لعب دفاعيا، اغلق المساحات على نادي الكويت الكويتي. فشفنا نادي الكويت الكويتي بالرغم من استحواذه على الكرة إلا أنه ما شفنا أي خطورة لنادي الكويت. وانتهت المباراة بفوز نادي المحرق 2-0، وألف مبروك لنادي المحرق مرة تانية، وهارد لك لنادي الكويت، ويعطيكم العافية. ولا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك للفيديو. سلام.